هل في يعني دعم معين مطلوب ان هو يتم توجيهه بالنسبه للشباب في مختلف المحافظات لطرح الافكار واستثمارها بالتعاون مع اجهزه تانية تكون مسؤوله عن المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ يعني المنظومه ازاي تكون متكامله؟ المنظومه عشان تكون متكامله نتمنى ونطمح بقى ما يجب ان يكون بقى ما يجب ان يكون ان تتبنى الدوله مشروع قومي، مشروع تمويل المليون مشروع صغير، يا ريت، وتبدا من خلال دوت نبدا نجيب البنك المركزي يعمل اسقاط على البنوك اللي موجوده، ونبدا نجيب الجهات المنحه تعمل اسقاط على الجهات المنظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونيا وليها قنوات شرعيه معترف بها، ونبدا من خلال مؤسسات الدوله العلميه والتعليميه والبحثيه تحديدا، نبدا نعمل كده من خلال الكلام ده تبقى منظومه اسمها المجلس الاعلى لاداره المشروعات الصغيره، ومن هنا نبدا نجيب الشباب، نختار من كل محافظه 20 شاب محترمين كده، نبدا نقعدهم ونجيب لهم نعرفهم يعني ايه مشروع، مراحل اختيار المشروع، ايه هي فكره المشروع، ازاي يعمل دراسه جدوى مبدئيه، ازاي يعرف يعني ايه مراحل دراسه الجدوى التفصيليه بتاعته، ازاي ينفذ المشروع، ازاي يبدا في ترويج المنتج بتاعه، ازاي يبدا يقيم مشروعه، ازاي يبدا ينافس بيه محليا ويبدا ينافس بيه دوليا، ومن هنا ابقى انا ابدا ان انا احتضنه واعمل له حضانه اقتصاديه محترمه، اطلعه على اول الطريق بتاعه، بعد كده هو يسلك الطريق بتاعه الطبيعي الى ان يحدث الاندماج الاقتصادي ما بين المشاريع، بقى تبقى في مشاريع تكامليه تنافسيه استقلاليه، نبدا ان احنا نتوسع في هذا الاطار. ده فكر اقتصادي، ده اللي احنا بنطمح ليه كدوله عايزه تحط راسها براس سنغافوره مثلا، ان شاء الله هتوصل لكده، ان مصر عنيده، شعب مصر عنيد، شعب مصر عنده عند فظيع، بس احنا لو اشتغلنا، بس عايزين نوجه العند ده بقى اتجاه التحدي، هي ان احنا نشتغل، لان انا ممكن اوجهه لطاقات تانية للاسف مش عايزينها. فبتمنى ان احنا بالفعل يعني يكون عندنا القدرة على ادارة الموضوع ده بشكل جيد، حتى المبادرات اللي تم صدور قرارات بشأنها وما قدرتش ان هي تحقق النتائج، مطلوب ان احنا ندرس ليه ما حققتش النتائج دي، ايه القصور اللي موجود بحيث ان احنا نعيد مرة اخرى تصحيح هذا القصور بشكل يتناسب مع طبيعة إمكانياتنا، طبيعة مواردنا، وكمان تشجيعنا لشبابنا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا دكتور لحضرتك. أحمد حرفي، الخبير الاقتصادي.